حياكم الله مشاهدي الكرام، نرحب فيكم، والبداية إن شاء الله تكون والبداية مع الشباب وإنجازاتهم وشبكة شمعة اللي تأسست ضمن فعاليات 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة. هذه واحدة من أهداف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. شبكة شمعة تأسست دور وكان لها نشاطات. هذه الشبكة ارتأت انها تطور من دور الشباب وانهم تجعل مساهمتهم اكبر وكسب تأييدهم في موضوع مكافحة العنف ضد المرأة، فتم تشكيل مؤخرا قبل شهرين شبكة شباب شمعة اللي انضمت لشبكة شمعة. فحبينا في هذا الصباح نتعرف على الشباب اللي انضموا لها الشبكة، نتعرف على الرسالة اللي بيحملوها، وخصوصا انهم الان هم يؤمنون بانه يجب ان يكون هناك مجتمع آمن، النساء تتمتع فيه بالعدالة وتكافؤ الفرص، يتمتعن ايضا بالكرامة. فاسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام من شبكة شباب شمعة، ارحب من الشمال ارحب بالسيد سليمان احمد. سليمان، حضرتك طالب جامعي لازلت تدرس تمريض مش هيك؟ نعم. وايضا انت عضو في شبكة شباب شمعة، اهلا وسهلا فيك. برحب بالاخت الاستاذة ديما عرب، حضرتك مسؤولة شبكة شباب شمعة، أهلا وسهلا فيكي. وبرحب بالأخت، ولا حضرتك مهندسة هلا خريجة، أميمة مشاعلة. أميمة أنت خريجة هندسة والآن أنت عضوة في شبكة شباب شمعة، أهلا وسهلا فيكم. اسمحوا لي أن أبدأ مع ديما كونها هي ديما، خبرينا عن شبكة شباب شمعة، شو كيف فكرتها إجت، كيف آلية العمل، جمعتوا تقريبا 100 شاب خلال شهرين وهذا إنجاز، فأحكي لنا عن آلية عملكم وعن كسب التأييد من الشباب وشو يعني فكرتكم من هالشبكة. فكرة شبكة شمعة بلشت من فكرة من نفس أعضاء شبكة شمعة. يمكن عشان شوي المشاهدين يعرفوا شوي بدنا نحكي عن شبكة شمعة على أساسها. شو المقصود بكلمة شمعة؟ إيش المقصود بشبكة بكلمة شمعة؟ شمعة هي شبكة لمناهضة العنف ضد المرأة، أول حرف من كل كلمة فبتطلع عنا شبكة شمعة. شبكة شمعة طلع بتها ب 10/12/2007 بنهاية فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. تم إطلاقها بشكل رسمي بآذار 2008. هاي الشبكة بتضم بعضويتها 82 مؤسسة حكومية وغير حكومية، خبراء وأفراد الشخصية. هاي الشبكة بتسعى انه احنا نتوج وننسق الجهود بين كافة المؤسسات والخبراء والافراد حتى نعمل على نقضي على ظاهرة العنف ضد المرأة. باحد اجتماعاتنا مؤخرا بشبكة شمعة تم انه احنا نعمل شبكة موازية لشبكة شمعة ونطرح شبكة شباب شمعة، لانه نتوجه للشباب وندرجهم معنا بالشبكة كونهم صناع التغيير وفرسان التغيير وإلهم هم رجال المستقبل وعندهم قوة على التأثير، وعندهم كمان قوة طبعا اكيد على التغيير. انه احنا الفكرة انه احنا نعمل على هاي انشاء هاي الشبكة. فعليا تبنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الفكرة وقامت بإعداد استمارة، قمنا بإعداد استمارة للمشاركة، قمنا بطرحها بعدد من الوسائل، قمنا بطرحها عن طريق موقعنا الإلكتروني، عن طريق الفيسبوك، عن طريق توزيعها على الجامعات الأردنية، على المجتمع المحلي، حتى وزعناها على مراكز الأميرة بسمة بالمحافظات التابعة للصندوق الأردني الهاشمي. تم استلام الاستمارات وتم فرزها حسب الشروط اللي كنا حاطينها للاستمارة، وبناء عليها تكونت شبكة الشباب. شو الشروط اللي كانت يعني كنتوا انتوا حاطينها او رصدينها للعضوية؟ كنا حاطين شرط العمر، شرط كنا كمان حاطين شرط انه اذا كان اشتغل على هاي، اذا كان اشتغل على مبادرات سابقة، واذا ما كان اشتغل، اذا كان عنده اصلا فكرة تبني لهاي، انه عنده فكرة على انه يقضي على ظاهرة العنف ضد المرأة، عنده توجه توجه لانه يكون مجتمعنا خالي من العنف سواء ضد المرأة او سواء باي شكل من اشكال العنف. فتمت فرز الاستمارات بناء على هذه الشروط. والان صار عندكم 100 شاب وصبية؟ صار عندنا 100 شاب وصبية بالشبكة. مين اكثر، شباب ولا صبايا؟ بصراحة كنا مفكرين يكون الشابات اكثر من الشباب، لكن الحمد لله رب العالمين كان في توازي بالموضوع. طيب كويس، وكلهم حلوين زي سليمان وأميمة؟ كلهم. ما شاء الله عليهم. طيب أميمة، حضرتك
تخرجتي اشتغلتي بمجال عملك ولا لسه ما تخرج ما اشتغلت؟ صراحة لا لسه ما اشتغلت مجال عملي. طيب كيف عرفتي عن الـ الـ يعني الاشتراك والعضوية وشو اللي اشي يعني جذبك انك تكوني عضوة في هالشبكة؟ اول شيء في البداية انا اللجنة الشبابية بمركز الأميرة بسمة في العمادة وصلتنا استمارات مشاركة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. قمنا بتعبئة هاي الاستمارات، حكوا معنا بعد فترة يعني ديما عربيات على أساس إنه يكون في أول اجتماع لنا ب 24/10. في البداية بصراحة ما كان عندي أي فكرة عن شبكة شباب شمعة، يعني حتى أنا الاسم لفت انتباهي إنه شو هي شبكة شباب شمعة. بس كان أول اجتماع لنا اللي هو ب 24/10/2012 مثابة تعريف، إحنا حطينا رسالة الشبكة، أهداف الشبكة، حتى تطلعاتنا المستقبلية. كل شيء يعني احنا يعني قررناه بالشبكه كان هو نتيجه قرارات شبابيه، نتيجه حوارات. ايش بتقدروا على يعني قابل للتحقيق على ارض الواقع ولا مش قابل؟ شوفي هلا بالبدايه هي الفكره اكيد رح تكون يعني انها هي اول شيء مطبق وقابل الى التحقيق، لان هي الفكره مناهضه العنف ضد المراه. احنا بصراحه يعني هلا كثير في جهات شغاله عن مناهضه العنف ضد المراه، بس نطمح انه احنا نوصل لامراه حياتها امنه، نخفف قد ما نقدر من موضوع العنف ضد المراه. ان شاء الله ان شاء الله. طيب سليمان، شو رؤيتك لهالشبكه وشو الانعكاسات اللي ممكن انت تحققها او تنتجها يعني من هالاشتراك وهالتشبيك مع الشباب من مختلف المحافظات؟ احنا رؤيتنا اول شيء لشبكه شباب الشمعه انه احنا نقدر يعني قدر المستطاع انه نحد من العنف ضد المراه، ورؤيتنا نزيد اكبر عدد من نسبه الشباب للمتطوعين لشبكه شباب شمعه ونحد من العنف ضد المراه. هي اهم شيء الرؤيه تاعتنا. هل انتم كشباب يعني بحثتوا عن الاشكال العنف؟ وين بيكون العنف؟ ليش بيكون العنف؟ بحثتوا عن هاي القضايا؟ هسه انا بالنسبه لي كطالب جامعي كثير بالاستمارات والشغلات هون، فاكتشفنا في كثير من العنف ضد المراه، فحبيت انا اول ما دريت ان شبكه شباب شمعه فشباب شمعه وضد المراه فشاركنا فيها. العنف قصدك؟ ضد العنف ضد المراه. فاول ما شاركنا قعدنا بالاجتماعات وشاركنا هيك ف الانتباه يعني شوية، فحبيت أن أشارك فيها. إن شاء الله نكون قدر المستطاع على أساس نحد العنف. إن شاء الله. أنت بتدرس تمريض؟ إحنا بندرس تمريض. طب يعني كتير دراستك لها علاقة بأنه يكون مجتمع آمن، لأنك أنت رح يعني من خلال وظيفتك بدك تبث الأمن، بدك تبث الطمأنينة والسلام، مش هيك؟ وراحة البال. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ديما الآن معاكم 100 شاب، وأنا يعني عجبتني الرسالة تاعت اللي بتحملها شبكة شباب شمعة بأنه تحقيق مجتمع آمن. حتى حفظتهم عشان أقول لكم قديش أنا عجبتني. تحقيق مجتمع آمن فيه النساء آمنات متمتعات بالكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص، صحيح؟ يعني عجبتني، وأنا متأكدة إنها مش رح تكون مجرد شعار ونكتب أو رسالة ونكتبت، أنا متأكدة إنها كل كلمة فيها رح يتم تنفيذها. شو الآلية التشبيك مع الشباب حتى يعني ساهم مساهمة كبيرة في القضاء على أشكال العنف ضد المرأة؟ صراحة زي ما حكيتي ببداية الفقرة كان إنه إحنا فعليا المدة قصيرة، لكن بهاي الفترة القصيرة إحنا حبينا إنه زي ما حكيت برضو أنا بالبداية إنه في شبكة اللي أطلقت كانت بنهاية فعالية حملة 16 يوم، فإحنا كنا مقبلين على فعاليات حملة 16 يوم لعام 2012، فكان المقترح من ضمن الشباب انه احنا ننفذ فعاليات وانشطه ضمن هاي الحمله نترك بصمه قبل موعد الاطلاق. فعملنا اجتماعات عديده مع الشباب، هاي الاجتماعات تضمنت انه احنا لما عملنا الرساله وعملنا الهدف انه احنا نتوج هاي الرساله والاهداف الى خطط على ارض الواقع. فقام شباب بالمحافظات بتنوع البرامج والأنشطة، وضع خطة للبرامج والأنشطة متنوعة بكافة المحافظات، وبالفعل بتنفيذها على أرض الواقع. وإن شاء الله اليوم رح تنطلق بصراحة شبكة يوم الشباب يوم الساعة 12 مش هيك؟ 12/12/2012 الساعة 12 من 12 محافظة. يعني إحنا حبينا يكون بصراحة نهاية فعاليات حملة 16 يوم يكون تاريخ بصراحة إنه بيظل بذلك.
أي حدا ممكن يسمع عن الشبكة، وبنوجه من خلال التلفزيون الأردني لأي شاب وصبية بسمعونا وحابين يشتركوا معنا بالشبكة، فإحنا بنرحب فيهم لأنه إحنا بدنا نوسع أكبر قدر ممكن، نوصل لأكبر قدر ممكن من الشباب والصبايا الموجودين بمحافظات المملكة. يعني لأنهم هم بيحملوا قوة كثير على غيرهم. أكيد. التشبيك ما عادش صعب زي زمان، الآن وسائل الاتصال يعني وسائل الاتصال الاجتماعي وأنتوا أصحابها يعني مش هيك؟ بالضبط. طيب أكيد رح يكون هلأ في نشاطات أو في أشياء أنتم مخططينها تعملوها، سواء كانت على يعني في المحافظات أو في عمان، شو الأشياء اللي مخططين تعملوها كبداية حتى يعني نحس بوجودكم، نحس بتأثيركم كشباب في شبكة شمعة؟ إذا تسمحي لي أستاذة فخر، أنا في البداية حابب أحكي عن النشاطات اللي إحنا عملناها. هلأ إحنا بصراحة صرت عاملين نشاطات هي موعد الإطلاق اللي هو اليوم كان لأول اجتماع لنا ب24/10 تقريبا، يعني أقل من شهرين. بس بصراحة إحنا كنا رافضين مبدأ إنه إحنا ننطلق من الفراغ، إنه إحنا مش عاملين ولا إشي. لا بصراحة كنا حابين إنه نحط بصمة، عملنا نشاطات خلال هاي الشهرين. أنا بالنسبة إلي يعني أنا من محافظة مادة، بحب أحكي عن النشاطات اللي إحنا عملناها بمحافظتنا. عملنا مبادرات توعوية، استهدفنا يعني فئات كانت مختلفة الأعمار، المراكز الشبابية، المدارس، حتى يعني أنا إذا تسمحي لي أتوجه بالشكر يعني المركز الأميرة بسمة محافظة مادبة اللي هو بصراحة أعطانا كثير تسهيلات ودعم. وأكيد ما راح أنسى يعني مجهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وجهود العربيات كمان اللي سمحوا لنا بصراحة إنه نشترك بمبادرة شبابية من هذا النوع، تتميز بأنه كل الأشياء اللي إحنا طلعنا فيها أشياء كانت إحنا اللي قررناها. يعني حتى على مستوى موعد الإطلاق، الأهداف، رسالة، تصميم، حتى الشعار، البروشور، الشبكة، كان كله بناء على إحنا أشياء إحنا عملناها. عملتوا صفحة أكيد لكم هلا؟ أكيد في صفحة. كيف ردة الفعل؟ شو التعليقات اللي بتجيكم أو المشاركات خلينا نسميها؟ هي التعليقات إن شاء الله إيجابية هي كانت. يعني في يعني نوع من هاي الإعجاب فيها، إن شاء الله تصل أكبر عدد ممكن فيها. هل إعجاب؟ بس إحنا الإعجاب يصير يتحول لتبني مش هيك؟ يتبنوا قضيتكم، إنه يتبنوا القضية. بما إنه إحنا دورا شباب ودورا فعال لإحداث التغيير، فإن شاء الله إنه نقدر نعمل الوعي وننشر الثقافة المجتمعية، نغير الفكرة عنه. كويس. طب سليمان، يعني انت من خلال انت بتدرس بالجامعه الاردنيه، اي سنه هلا؟ سنه رابعه. يعني خريج صرت؟ خريج ان شاء الله. اذا تاثيرك منيح على السنافر الصغار رح يكون. في احنا مسلمين نشاطات خدمه المجتمع بالجامعه كامله، فعملنا مبادرات كثير وعملنا نشر وعي لها. كيف بتشوف جديه الشباب بالتعامل مع هاي القضايا اللي هي بقضية مجتمعية ما لهاش علاقة يعني بالجندر مش هيك؟ هي ما لها علاقة بالجندر، بس انه اي واحد اي انسان يكون عنده معلومة عشان تغيريها بدها شوي يعني اسلوب فيها. فلما نشرح احنا موضوع جديد او انه هم فكرة ماخذين فكرة ونغير فيها، فبيستجيبوا فيها بسرعة. لانه يمكن لما بتحكي ضد المرأة في كثير بيستهجنوا، في عنف ضد المرأة؟ وين العنف؟ بيعرفوش شو شكل العنف، شو معاييره، شو وين بتكون. يعني في أشياء، في محلات كثيرة يمارس فيها العنف على المرأة، بس ما فيش حدا بيحكي أو اللي يعني مش معروف. لا، في عنف هو ضد المرأة، بس بفكروا أن العنف هو بس عنف جسدي. بس هو في عنف لفظي، في عنف نفسي، في عنف روحاني، في أكثر من عنف الاتجاه. فإحنا في عبينا استمارات واشتغلنا بكثير ريسيرش بأبحاث، أنه واجهنا وتعاملنا مع ناس يعني المرأة بشكل عام، ونواجهنا فيه كثير عنف فيهم. مقابلات كمان يعني قابلنا وشفنا انه في كثير من العنف. طب الفرق اللي بتشتغلوا معاها حتى يعني تشكلوا كسب التأييد وتغيروا النظرة او تحاولوا تكافحوا العنف ضد المرأة اللي شبكتكم، كيف رح يكون؟ يعني شو شكل هالتواصل؟ شو آلية العمل بالنشاطات سليمان؟ احنا شكل رح يكون انه اجتماعي، يعني قبل ما نعمل النشاط، قبل ما نجتمع معهم نعمل نحضر حالنا على اساس نعمل النشاط تاعنا. ونقدر نغير من المفهوم تاعه ان شاء الله. يمكن استحيلي فخر بضيف لسليمان انه احنا باجتماعنا وحكينا باخر اجتماع كان قبل يومين قبل موعد نعمل ترتيباتنا، فكان انه احنا بنرتب لموعد الاطلاق، وحكينا انه احنا بدايه السنه رح نعمل تحفيز لشباب وصبايا المحافظات، انه احنا رح نعمل جائزه لاكفأ محافظه رح نطلق، رح نحتفل كل سنه ب 12/12 رح
تحق جائزة حسب العدد الأنشطة والفعاليات اللي تنفذت بالمحافظات. فإحنا مش بس إنه إحنا بنسعى إنه يكون في عندنا نشاط موجود بالمحافظة أو عدد كبير بالمحافظة، إحنا يمكن يكون 5 بمحافظة فعالين نشيطين يمكن هم يحصلوا على هاي الجائزة. فاحنا من هون بتكون من النشاط المؤثر يعني اللي ممكن يعني يحدث تغيير ايجابي، روح المبادره والمثابره انه كل حدا صار هو اللي بده يكون محافظته هي المتميزه، نشاطاته كشباب موجود بهاي المحافظه هي المتميزه. طب الدعم ديما كيف يعني الدعم المعنوي والمادي كمان يعني هاي القضايا هم احنا كنا ليش تضحكوا؟ هم لانه احنا تعودنا بصراحه يعني بالشهرين احنا كانت العلاقه اللي بتجمعنا مع الشباب مش انه علاقه بس لشغل او لمصلحه، احنا تكونت الحمد لله علاقه زي ما تحكي بصداقه اكثر من ما علاقه شغل. هاي العلاقه كانت مبنيه على الوضوح والصراحه، صراحه احنا لانه الفكره كانت انطلقت بشكل سريع انه احنا نعمل مبادره لهي الشبكه، بصراحه الروح المعنويه غطت جدا على الروح الماديه، لانه بصراحه احنا عملنا خلينا نحكي من ولا شيء، يعني احنا اشتغلنا جهود هيك العمل الاجتماعي، هيك العمل الاجتماعي وهذا هو العمل الاجتماعي، هاي روح التطوع يعني هذا الشيء اللي كان الحمد لله من الشباب ومن الصبايا متقبلينه، وبالعكس هم حابين يعني، وان شاء الله تكون الفعاليه كثير ناجحه يعني لانه بجهودهم بصراحه كل هالنشاطات وهي الفعاليات اللي عملوها بالمحافظات كانت بجهود شخصيه ومبادرات منهم يعني. تحياتنا لا يعني الهمه دائما والبركه في الشباب أميمة وسليمان وديما، انا بشكركم ويعني 12/12/2012 الساعه 12 رح تكون انطلاق شباب شمعة إن شاء الله يعني 100 شاب وشابة فيها، إن شاء الله المرة الجاية بيزيدوا أكثر وبتعملوا كسب تأييد والقضاء على يعني أي شكل أشكال العنف ضد المرأة، مجتمع آمن إن شاء الله. صباحكم طيب، أهلا وسهلا فيكم.